بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات تعليم الكروشيه. النهاردة هنشتغل مع بعض حاجة بسيطة جدا وسهلة ونستعملها كتير جدا في الكروشيه، وهي مربع الجراني. مربع الجراني بنستعمله في حاجات كتير جدا، ممكن نعمل بيه ملابس او مفارش، وكمان ممكن بطاطين أطفال صغيرة أو كبار حتى، وكمان ممكن نستعمله كشنط أو مقلمة، جراب موبايل، حاجات كتير جدا بنستعملها في مربع إجراني. كمان ممكن نستعمل كذا لون خيط، وممكن نستعمل لون واحد للقطعة الواحدة. ممكن كمان وقت التشبيك، لان هو مربع الجراني بيبقى عبارة عن مربعات وبنشبكها جنب بعضها، وهنتعلم ان شاء الله مع بعض التشبيك. فمربع الجراني ممكن نعمله بلون واحد والتشبيك يبقى بلون مختلف، او لو عايزين القطعة كلها تبقى لون واحد ما فيش مشكلة، فدي راجع للتصميم اللي عايزاه. طبعا مربع الجراني ليه اشكال كتيرة جدا، فإحنا دلوقتي هنتعلم أبسطهم والأكثر استعمال. أنا هنا هستعمل خيط ناكو فيزون، ده بيقترح علي مقاس إبرة رقم 3، علامة إبرة الكروشيه أهي، وبالمناسبة كمان في علامة حرف الاكس ديت اللي هي ابرة التريكو، بيقول لي اشتغل من 4 لـ5. معلومات الخيط 100 جرام و195 متر. الخيط ده طبعا خيط شتوي ناعم، ملمسه ناعم، فهو من الخيوط الكويسة جدا. فهنشوف دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه. الجراني كمان عايزة اقول لكم ان ممكن نستعمله باي نوع خيط، سواء كان صوف او قطن او مكرمية، حاجات كتير جدا. فانا هنا هبدأ معاكم عقدة البداية. وهطلع بست سلاسل بالشكل ده، هقفل في اول سلسلة اشتغلت فيها بغرزة منزلقة، وطبعا قلنا كل الكلام ده قبل كده في حلقات فاتت فمش محتاجين نعيده تاني. انا هنا هطلع 3 سلاسل وهدخل جوه الحلقة اللي كونتها بعمود بلفة، وهعمل كمان عمود بلفة بالشكل ده. الخيط القصير ده انا باخده معايا في الشغل، هطلع سلسلتين و هدخل تاني جوه الدايرة ب3 عمود بلفة جنب بعض، دي كده 1 2 3، وهعمل سلسلتين كمان وجوه الدايرة هدخل ومعايا الخيط القصير، وهعمل كمان 3 عمود بلف. هعمل كمان سلسلتين ومعايا الخيط القصير اهو، وجوه الدايرة هعمل كمان
آخر 3 عمود بلفة، يبقى أنا كده عندي 4 مجموعات. ادي أول مجموعة 3 عمود بلفة، التانية اهي كمان 3 عمود بلفة، والتالتة كمان 3 عمود بلفة، والرابعة 3 عمود بلفة. دلوقتي هقفل في تالت سلسلة أنا اشتغلت فيها، فهعد 1 2 3، هقفل بمنزلقة بالشكل ده. فكده أنا كونت مربع صغير اهو، معلش نسيت اقولكوا كمان انه بعد ما بنعمل التلاتة عمود بلفة بنعمل 2 سلسلة زي ما عملنا هنا في كل الأركان، وهنقفل بالمنزلقة بتاعتنا في تالت سلسلة. بالشكل ده، فده كده اهو المربع اتكون عندي. دلوقتي عايزة اطلع الدور الجديد، فهعمل ايه؟ هطلع كمان 3 سلسلة. قدامي 3 طرق. الطريقة الاولى، انا هنا خلاص قفلت الدور بالمنزلقة، اشتغل على الـ2 عمود منزلقة بالشكل ده لحد ما اوصل هنا، وهبدأ اطلع بـ3 سلسلة وابدأ اشتغل الدور الجديد. دي اول طريقة. الطريقة التانية معانا، اني اطلع بـ3 سلاسل والف الشغل وابدأ اشتغل في اول فراغ هنا واكمل. الطريقة الثالثة، ودي اكتر طريقة انا بحبها لان بتخلي الشكل عندي مرتب. طبعا عارفين ان القطعة ليها وش وظهر، ده ظهرها اهو وده كده وشها، فانا عايزاها تبقى على طول بالوش بتاعها. فهنا انا طلعت بـ3 سلاسل، هدخل جوه الحلقة ديت وهعمل 2 عمود بلفة. وهعمل 2 سلسلة، وفي بعض الباترونات بتكون سلسلة واحدة. فهنا هلف الخيط على الإبرة وهدخل كمان في الفراغ اللي جنبه وهعمل كمان 3 عمود. هعمل سلسلتين، وفي نفس المكان هشتغل كمان 3 عمود بلفة. هعمل كمان سلسلتين اللي هو اعدي الـ3 عمود بلفة دول، وهشتغل في الفراغ ده 3 عمود بلفة، وكمان هعمل سلسلتين، وفي نفس الفراغ هشتغل 3 عمود بلفة.
وهعمل كمان 2 سلسلة. وفي الفراغ ده انا عندي 4 فراغات، ادي 1 2 3 4، ففي كل فراغ بشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة 3 عمود بلفة. بالشكل ده وبعدين بعمل 2 سلسلة، وفي نفس المكان او الفراغ بشتغل 3 عمود بلفة. وبعد كده هشتغل 2 سلسلة، وفي الفراغ الاخير ده اهو اللي بدأت بيه 3 عمود بلفة، هعمل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده كده، وبعدين هعمل 2 سلسلة وهقفل في 3 سلسلة اشتغلت فيها، هعد 1 2 في الثالثة هقفل بمنزلقة. انا هنا دلوقتي عايزة اغير اللون، ابدأ لون جديد في الدور الجديد. فانا قدامي حاجة من 2، يقص الخيط ودي تبقى منفصلة قطعة وابدأ بلون جديد، يا اعمل حاجة تانية هنا. مفروض اني هقفل بمنزلقة، هقفل كده على طول، فانا مش هعمل ده، انا هجيب لون جديد وهدخل بيه كده بالشكل ده. هشد الخيط كويس وهطلع 3 سلسلة وهلف الخيط حوالين الإبرة، ومن فراغ كمان هأدخل وأعمل عمود وكمان عمود وأبدأ أشتغل الدور الجديد بتاعي. فأنا أخد بالي من الزوايا بس، لو هتلخبط ممكن أعلمهم، أحط علامة في الزوايا بالشكل ده كده، وكمان علامة هنا وهنا وهنا. بالشكل ده العلامات اهي في ال4 زوايا بتوعي. فهكمل بعد كده، دي اول زاوية او اول نص زاوية، هشتغل 2 سلسلة، وفي الفراغ ده هشتغل 3 عمود بلفة. كمان هعمل 2 سلسلة، وفي الفراغ اللي فيه العلامة هشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة 3 عمود بلفة. ادي كده 3 عمود بلفة اهو، بعدين 2 سلسلة وتاني 3 عمود بلفة. هنا فوق ال3 عمود بلفة دول هعمل 2 سلسلة، وفي الفراغ ده هعمل 3 عمود بلفة.
هرجع تاني اعمل 2 سلسلة، وجوه الفراغ اللي فيه العلامة هعمل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، فانا زي ما عملت الجزء ده هكمل اعمل الجزء ده وارجع تاني. انا هنا كده خلاص وصلت لاخر الدور، هقفله في 3 سلسلة ارتفعت بيها. وهقفل بمنزلقة، هقص الخيط هنا وهشد الخيط، هشيل ده كمان مش محتاجاه. هنا انا هشيل العلامات القديمة وهحطها هنا في العلامات الجديدة في الزوايا بتاعتي الجديدة اهي. ده كده شكلها الزوايا الأربعة اهي. طب انا ليه هنا قصيت الخيط وما كملتش زي المرة اللي فاتت؟ انا عشان عايزة اوريكو كل الطرق. فانا هنا دلوقتي قصيت الخيط اهوت، هدخل بيه الخيط الجديد. قدامي كمان طريقتين اللي هما ايه، انا عندي هنا اهو الزاوية الجديدة اللي هبدأ فيها، بشد الخيط وابدأ ارتفع 3 سلسلة. دي طريقة. في كمان طريقة تانية، بلف الخيط حوالين الإبرة واشد الخيط واطلع من لفة وكمان لفة، ودي كده هتبقى غرزة اول عمود بلفة. فدي كمبتدئة منصحش بيها، بس حبيت اعرفك برضو عليها. انا هنا هدخل بالخيط وهعمل 3 سلاسل، وفي الفراغ ده هعمل اول عمود بلفة واعمل سلسلتين، وهشتغل بقى عادي المربع بنفس الطريقة اللي اشتغلناها قبل كده، انه في الفراغات بشتغل 3 عمود بلفة، وفي الزوايا بشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، وبين كل 3 عمود بلفة في 2 سلسلة منساهمش. الشكل ده هعمل كمان 2 سلسلة، وفي الزاوية الجديدة هعمل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، وبعدها 3 عمود بلفة. بعد كده 2 سلسلة
وبعدها ثلاثة عمود بلفة، اتنين سلسلة، ثلاثة عمود بلفة، اتنين سلسلة. في الزاوية الجديدة اهي هعمل ثلاثة عمود بلفة، بعدين اتنين سلسلة، وثلاثة عمود بلفة. شرط طول ما انا ماشية اعد عشان مفيش حاجة تضيع مني. انا هكمل باقي الجزء ده وارجع. انا هنا كده خلاص وصلت لاخر الدور، عملت اتنين سلسلة، ناقص بس اقفل الدور بتاعي. ففي تالت سلسلة ارتفعت بيها من اول الدور هقفل بيه منزلقة. لو عايزة اكمل بنفس اللون اطلع عادي واكمل، بدخل هنا في الحلقة زي ما عملنا هنا في البداية عندنا، واشتغل الزوايا واكمل المربع. فانا هنا بس عايزة اوريكو شكله بقى عامل ازاي. نشيل كمان العلامات بتاعتنا دي، وطبعا عرفنا ازاي بنقفل الخيوط ديت. فده كده شكله. ممكن نزود باقي ادوار الشكل ده، ممكن نخليه على كده ونعمله كوستر. ممكن نكمل بعد كده قطعتين زي دول ونقفلهم بعدين شنطة. فأنا دلوقتي اتعرفنا على المربع الجراني، هنوظف المربع ده في حلقة تانية ان شاء الله، وهنعمله مع بعض بشكل شنطة كروس او مقلمة ممكن. فهنشوف ده في الحلقات الجاية ان شاء الله. انا هنا كده خلاص هعتبر اني خلاص خلصت، فهقفل، هقص الخيط، وطبعا هبقى اقفل الخيوط ديت زي ما اتعلمنا انه ندخل بين الورز. لو انا عايزة اطلع دور جديد بين الصدفة دي كده، اسمها صدفة، اللي هي تلاتة عمود بلفة، اتنين سلسلة، تلاتة عمود بلفة، لفة اسمها صدفة. فبين كل صدفة والتانية هي دي هتبقى الزاوية بتاعتي اللي هو الجزء ده في الأربع زوايا. لو عايزة أكمل بعمل هنا في الزوايا الصدفة الجديدة وبكمل معايا الشكل. فده كده خلاص انا خلصت. والمرة الجاية ان شاء الله هنطبق بقى الجراني عملي، وهنشوف هنعمل ايه. واشوفكم مع حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.